صباح الخير، صباح الخير والسرور عليكم. صباحنا الثاني هنايا في موريال، الحمد لله فقنا فطرنا. صراحه فطرنا غير في داك الدار نيت اللي كنت درت لكم جوله فيها، وراه يعني مشى راجلي جاب غير الباغيت وجاب ملفاي وداكشي على الصباح. فطرنا تما ودابا خرجنا ان شاء الله باش نضربوا واحد الدوره وجينا. المهم غندير لكم فين مشينا وفين جينا والى اخره، فخليكم معايا وما تمشيو فين. صباحكم مبروك مره اخرى. كيف ما شفتوا، اول حاجه مشينا صراحه صرفنا واحد شويه غير شويه ديال الفلوس اللي راكم عارفين شي حاجه اللي غنحتاجوا فيها الكاش فقط، اما باقي فكنتعاملوا باللاكارت بونكير هنا ديالنا دميريكان. صافي كدوز سويبيها اوتوماتيك مو كيتقطع. راكم عارفين الدولار الامريكي ماشي هو الدولار الكندي، يعني الدولار الكندي كيكون اقل، فهذا الشيء اللي كاين. من بعد من هذا حنا غاديين باش نمشيو نشوفوا واحد المعلمه ولا واحد المعالم هما كاينين صراحه في هذه البلاصه تاريخيه عريقه. كاين هنا كيفكروك في داك الشيء ستايل اوروبي وديال المدن الاوروبيه الى اخره. فهنا فيو بور، وهنايا كما كتشوفوا معايا كنحاول نقرب لكم اهم البلايص اللي كاينين في هذه البلاصه. هنا واحد الشارع رئيسي كما قلت لكم عامر بالقهاوي، فين بنادم يقدر يفطر الى اخره. فيه ديما واحد لومبيونس مختلفه، كوساسوا في الصباح واحد لومبيونس وفي العشيه امبيونس اخرى. هنايا كما قلت لكم عامر بواحد المعالم تاريخيه قديمه اللي ضروري الانسان ملي غيجي لموريال اول مره ضروري غيبغي يزور هذه البلاصه. كيف ما قلت لكم مهم هذا الشارع الرئيسي، وهذوك هما الازقه اللي كل يعني كل زقاق من هذه الازقه كي فيه واحد الحاجه اللي ممكن تشوفوها. هنا كذلك كاين واحد الشارع انتم غتشوفوه معايا دابا مشهور في انستغرام، وصراحه المنظر ديالو ديال دوك الورود الى اخره، يعني انسان ضروري ملي كيجي لتما كيتصور كياخذوا دي فوتو دي فيديو الى اخره. وكاين هكا هو دو الشارع، ف بحال الزنيقه. فكاين هذاك اللي كيبان لكم حتى تما الكلاص مشهور حتى هو، كيدير واحد الكلاص زوين. المهم هاد البلاصه هادي زوينه كما قلت لكم الانسان اللي بغى شي تصويرات. وضربنا دوره تما في هاد الشارع هذا اللي معروف، وخدنا دي فوتو كما قلت لكم. ومن بعد منها غتشوفوا معايا غنهبطوا لتحت البلاصه ديال فيو بور الاولد بورك تما، ونشوفوا ان شاء الله شنو غنديروا. معنا خدنا كذلك هنا واحد الصور فيها هنا هاد البلاصه، كاين فيها هادي جوت موريال، وكاينين دي زاكتيفيتي هنا بزاف اللي ممكن الانسان يديرهم. حنا قررنا نديرو جوج ديال لي زاكتيفيتي، وحده درنا اونصومبل وحده دارها راجلي، اللي هي هاد زيب لاين دارها راجلي بوحدو اللي راكم عارفين كتمشي كتهبط على هاد ريفر كتهبط بحال هكا. المهم واحد المنظر زوين، وكتكون فرصه بيان سور ملي كطلع في السيب لاين الفوق كاع راه كتشوف عاوتاني هذا المنظر من الفوق، كتشوف ديك البلاصه كامله دوك الفيو بور كامل. هنا كاين اكتيفيتي اخرى كيديروها صراحه اغلبيه بحال كل اللي عنده الوليدات شويه كبار وهذا كيديروها، راكو فيها تحدي وهذا راه صراحه زوينه زوينه، ولكن اللي يقدر عليها. جينا لهنايا حنا هذه هي الاكتيفيتي اللي قدرنا نديروها اونصومبل انا والوليدات وراجلي. فهنا كتشوفوا معايا هذا هي سميتو بحال البايسيكل، وكتبقاي دوري تما يعني في النواحي، راه هما كيعطيوك يعني البلايص اللي ممكن دوزي منهم، كتبقاي انت غاده وباش كدوري يعني
تصوري والى اخره. المهم حتى هي واحد التجربه اللي مختلفه شويه، وحتى هي كيفرحوا بها الوليدات. وكما قلت لكم هذه هي اللي قدرنا نديرو حنا اونصومبل يعني بربعه، بما ان وليداتي باقيين صغار، وبما انها بيان سور كو ما نقدرش نخليهم ونزيدو، فهذه هي لاكتيفيتي اللي قدرنا نديروها معاهم حنا اونصومبل. ومن بعد منها كما قلت لكم راجلي مشى دار الزيب لاين، وانتوما كتشوفوا معايا المناظر اللي كاينين تما، وبقاو معايا نكملوا بقية الفيديو. بعد هاد الجولة اللي درنا في الفيو بور، فقررنا نمشيو لواحد البلاصة اللي تاهي زوينة وشي حاجة اللي يعني كنشوف بأن الإنسان مادام جا المغرية اللي بغي يشوفها ويجربها، اللي هي جاردان بوتانيك. واحد البلاصة اللي فيها بزاف ديال لي جاردان، مثلا تشاينيز جاردن. هادي هي أهم زعما بلاصة، لأن هي اللي صراحة فيها واحد المناظر وفيها واحد ستايل يعني مختلف. مهم كتشوف نتوما غادي بطبيعه الحال كتبقاو تشوفوا عده نباتات الى اخره يعني في الجاردان ككل، ولكن كما قلت لكم هاد تشاينيز جاردن هانتوما كتشوفوا معايا في الفيديو، فعندها واحد يعني التيم ديال الشينوا، كتعرفي على الثقافه ديالهم كتار، وكتعرفي كذلك على بعض النباتات ربما اللي يعني كاينين تما اللي كينتميو للحضاره الصينيه والى اخره. يعني كتشوفوا معايا الفيديو هنايا، تمن الماء الى لاحظتوا معايا كيبان لكم بواحد الرونق وبواحد اللون اخر. فصراحه عجبتني البلاصه، وبالنسبه للفوتو الى اخره يعني بلاصه ممتازه. يعني شي واحد لا كان باغي يدير شي شوتينغ مثلا، فانا عجبتني صراحه هاد تشاينيز جاردن. نخليكم معايا في الفيديو تستمتعوا معايا بهاد المناظر وبهاد الاجواء. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you're in my mind. Falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. This feels like the sweetest breath of air. Oh yeah, it's amazing. At the same time, how you take my breath away. Oh
my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. كيف ما شفتوا معنا من بعد منها مشينا اكتشفنا هنايا الحضاره اليابانيه في بوتانيك في جابانيز جاردن. وبالنسبه لحاجه اخرى بغيت نقول لكم الثمن تقريبا اللي باش تقدروا تدخلوا لهاد جاردا بوتانيك في مونريال كنظن الى ما نسيتش راه 21 دولار دولار كنديان. وبالنسبه للادلت والصغار من 50 وقيله فما فوق 13 عام كنظن ولا 12 عام راه ب 8 دولار كنديا. فهذا تقريبا هو الثمن. كيف ما قلت لكم هنا اكتشفنا يعني عده نباتات. نتوما كتمشيو نتوما غاديين وكتكتشفوا بزاف ديال يعني اللي عزيز عليه الطبيعه والى اخره. فبلاصه زوين تقدر تاخذ لكم تقريبا واحد ساعتين بالمكانه. ومن بعد منها سالينا بيان سور كنظلم الحصه في بغينا نتعشاو. فمشينا لهاد بانيني ستوب عندهم داكشي زوين تقريبا كتحس بيه تقريبا بحال المغرب. تعشينا الحمد لله وكنا صافي عينا هنا يعني دوزنا نهار كامل حنا خارجين تمشينا بزاف. وهنا قبل ما نهي الفيديو نبغي نقول لكم سمحوا لي عارفه راسي ما بين كل فيديو وفيديو كنتعطل باش نطلع لكم. واخصي ان هذه رحله خصي يكونوا الفيديوهات متابعين فكنحاول ولكن مع المونتاج وستريس الحياه راكم عارفين. مي دابا ان شاء الله نحط لكم هذا الفيديو ونبقى لي النهار الاخير اللي دوزناه في مونريال وشنو درنا فيه حتى هو نحطو. وما تنساوش سبسكرايب ولايك وانتم متعلقين للفيديو الاخير ديال رحلتنا الى كندا.